خلال الكام يوم اللي فاتوا حصلت طبعا زيادات في اصابات كورونا، اجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 232905 حاله، من ضمنهم 174217 حاله تم شفائها الحمد لله، و 13655 حاله وفاه للاسف الشديد. فيعني هل احنا في الفتره القادمه، بما ان احنا بقى داخلين ان شاء الله كل سنه حضراتكم طيبين على فتره العيد، فتره العيد طبعا بتشهد عدد كبير من التجمعات خاصه الاسريه، هل في هذه الفتره متوقع بالرغم من الاحتياطات والاجراءات ويعني التعليمات الصادره بالامس بطبعا تقليل التجمعات والاحتفالات وما الى ذلك، هل متوقع ان الاصابات برضو ترتفع؟ ده اللي هنعرفه النهارده من الدكتور اسلام عنان استاذ الاقتصادات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. مساء الخير يا دكتور اسلام، وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير استاذه جاسمين، وفي الصحه والسلامه. طيب اهلا وسهلا. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. صوت حضرتك بس مش واضح شويه، اتمنى لو حضرتك برضو الصوت تمام. يعني برضو مش واضح بالنسبه لي شويه. كده واضح اكتر الحمد لله من ناحيتي انا. هل حضرتك سامعني كويس؟ تمام كده. تمام شكرا يا فندم، برحب بحضرتك مجددا. هل واحنا داخلين على فتره العيد كل سنه حضرتك طيب، وبالرغم من الاجراءات الاحترازيه اللي احنا ان شاء الله باذن الله كلنا نلتزم بيها في هذه الفتره، هل مع ذلك متوقع ان هو يحصل ارتفاع في نسبه الاصابه؟ دي نقطة كويسة. يعني احنا الكيرف والمنحنى الوبائي للموجة الثالثة واللي احنا متعرفينه من دراساتنا للموجات السابقة والبلاد اللي حوالينا اللي فيها نفس تقريبا نسبة التطعيم وما فيهاش إلى حد ما تحورات، إن لسه قدامنا شوية تصاعد الأرقام. يعني التصاعد احنا شاهدناه محتاج يوصل لدور ورابع كده، الدور ودي بيبقى فيها تشبع للإصابات بعد كده بتبتدي تقل. المتوقع إن احنا لسه موجودين في فترة الارتفاع، بحيث إن تقريبا على الأسبوع اللي جاي نوصل للذروه والثبات في الذروه وحاله التشبع، بعد كده تبتدي الارقام نفسها تنزل شويه. بس حضرتك ذكرت نقطه مهمه وكويسه جدا، يعني الاجراءات الاحترازيه والاجراءات الجديده والغلق هو شيء جيد للغايه، ولكن مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين الهدف منه. الهدف منه مش ان احنا نحاول نتحايل عليه، لان التوعيه هنا بقت مهمه جدا، ان احنا نبقى عارفين وفاهمين احنا داخلين على ايه. احنا بنعمل غلق عشان نقلل الاجتماعات، مش عشان نحاول نتحايل عليها. يعني للاسف اوقات حتى لما كنا في غرامات على الكمامات، الناس كانت مثلا يلبس الكمامه وداخل البنك او مصحف كمان يقعد على كده يلحق تاني او تفضل تجيبه شهر هي. فالتوعيه تبقى دور وعامل مهم جدا لو عايزين فعلا نطلع من الموجه الثالثه باقل اصابات والاهم باقل وفيات. الموجه باذن الله يعني تتكسر بسرعه، هي هتتكسر في شهر يوليو، بحيث ان بعد العيد باسبوع يبتدي الارقام تنخفض تدريجيا، لكن مش اشكال لو في اصابات عاليه. المهم ان احنا ما يبقاش عندنا وفيات عاليه. قابلنا في الموضوع ده اول حاجه اللقاح، ان احنا نبقى مقتنعين بان الغلق ده مهم، ان احنا نقطع الشين رياكشن ما بين الشخص المصاب والسليم، فحده الفيروس وانتقاله نفسها تقل، وفي نفس الوقت الناس تسجل على اللقاحات وبعد ما تسجل تروح، لان للاسف في ناس كتير بتسجل وما تروحش. ده اهم حاجه عندنا، لان احنا نسبه التلقيح عندنا اقل من 1%. الدول اللي وصلت لنسبه لقاح عاليه حتى لما دخلها التحور الهندي طلع باقل اصابات واقل وفيات، وده احنا اللي احنا عايزين نوصله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني انا مش عارفه حضرتك لاحظت ولا لا، ولكن انا شخصيا وانا في طريقي للمدينه النهارده، مدينه الانتاج الاعلامي عشان البرنامج، لاحظت ان في وعي اكتر في الشارع. يعني نسبه الناس اللي اصبحت لابسه الكمامه، يعني في فرق ما بين امبارح والنهارده، فاعتقد برضو هذه القرارات ساعدت بالتوعيه يعني لخطوره الموقف اللي احنا فيه. نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. طبعا في دور كبير، لان الناس لما بتحس بان في قوانين جديده او اجراءات جديده بتحس بسوء، ان فعلا في مشكله، ان في فعلا وباء، في ناس بتموت. احنا القدره والتعبئه بتاعت المستشفيات ابتدت تبقى اقل من قبل كده. الدوله الحمد لله حاليا توسعت مستشفيات عزل، بس ده في حد ذاته خبر يخلينا نحس ان الفتره اللي جايه هي فتره محتاجين ان احنا نقلل الاجتماعات بتاعتنا على قد ما نقدر، والتجمعات ولبس الكمامات يرجع تاني، نبقى عارفين ان احنا لابسين الكمامه مدتها، الكمامه الجراحيه العاديه مدتها 6 ساعات، ما ينفعش افضل لابسها يوم او 2 او 3 وفقط عشان اقدر اعدي من مكان.
ده جزء مهم جدا اللي تفضلت بيه. كل ما يبقى فيه اجراءات كل ما الناس هتحس بخطوره الموقف وخوف ايجابي. هو المهم يبقى الخوف، مش احنا مش عايزين يبقى فيه ذعر وبانيك يعني، لكن الخوف الايجابي ده اللي يخليني اخاف على نفسي، والاهم ان انا اخاف على اهل بيتي. يعني ياما احنا شفنا للاسف يعني شباب مش قادر يشيل ذنب ان هو يعني للاسف نقل العدوى لوالده او والدته وتوفى. صحيح. ذنب تقيل جدا وصعب ان حد يستحمله. طبعا احنا محتاجين نحافظ على اهالينا الفتره اللي جايه، نسجل لهم في البورتال الفاكسينيشن ويروحوا يتبعوا الباكسين، ما يقلقوش، لان محتاج ان هو يرجع للدكتور بتاعه الاول، يرجع للدكتور بتاعه. محتاجين حملات توعيه للدكاتره كلها، يردوا ازاي على البوسترات للمرضى بتاعهم للقاحات، لو حد عنده مريض سكر او ضغط ازاي يقدر ينصحه، ايه البريكوشنز او ايه الاجراءات اللي محتاج يعملها قبل اللقاح. الفتره الجايه دي مهمه جدا ان احنا كلنا نسجل على الصوت. هل حضرتك في خلال هذه الفتره لاحظت ان في نوع من انواع الاقبال اكتر شويه من لدى المواطنين ان هم يسجلوا ويروحوا ياخدوا اللقاح، خاصه بعد طبعا الاخبار عن الحالات للاسف الكارثيه الانسانيه الكارثيه اللي في الهند بالعدد الوفيات والاصابات المرتفع هناك؟ ده حقيقي. يعني احنا الفترة اللي فاتت واخر مرة كنا بنتكلم على بي ام سي كان في تخوف من الناس على الآثار الجانبية وهكذا. لما ابتدى يبقى في التحور اللي اكتشف في الهند، وازاي ان الدول اللي كانت واخدة اللقاحات حتى لو كانوا اصيبوا بالتحور اللي اكتشف في الهند كانت اصاباتهم خفيفة للغاية، ما دخلوش مستشفى، الناس ابتدت ترجع تاني تقول الكوست بنفيت يعني والريسك بنفيت، قصدي ان المخاطر اللي ممكن تيجي بسبب اللقاح لا قدر الله، لان نسبتها قليله جدا حوالي تقريبا 4 في مليون، اقل بكتير من المنفعه ان انا امنع ان المصاب يخش مستشفى او لا قدر الله يتوفى. فانا شايف ان في الترند ابتدى فعلا يزيد في الريجستريشن والتسجيل على اللقاحات. اوقات بس يوم اللقاح ده اللي انا دايما بحسه في كلامنا مع زمايلنا الدكاتره في الوحدات، يوم اللقاح ناس كتير بتيجي توصل لغايه الوحده وبعد كده تحس ان هم خافوا ورجعوا تاني. لا، لو عنده اي استفسار اسال الدكتور اللي موجود جوه الوحده لمركز التطعيم. خلي معاك الشهادات بتاعتك، لو مريض ضغط او سكر يتاكد ان ضغط وسكر مظبوط ويتجه على طول للمركز، بحيث ان شاء الله نتمنى نقدر يبقى ادينا الفاكسينيشن في المده بتاعت الموجه الثالثه على الاقل لكبار السن واصحاب الامراض المزمنه باذن الله. كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كانت أعلنت بالأمس أنه هيكون في قوافل طبية هيتم إطلاقها لتطعيم المواطنين، وهتكون واقفة أمام مكاتب البريد. أعتقد دي برضو خطوة مهمة جدا من قبل الحكومة المصرية أن هي تذهب للمواطن، ما تستناش المواطن هو اللي يروح لها، وعلشان كمان يبقى في نوع من أنواع الإطمئنان. يعني لما يشوف حد أو يسمع تجربة حد أنه أخذ اللقاح وما حصلوش حاجة أو ما حصلش أي نوع من أنواع المضاعفات اللي الناس كتير بتخاف منها أو بتقلق منها من غير يعني اي حق، فتطمن وتتشجع ان هي تاخد اللقاح. ده صحيح. ويعني فكره ان كل ما يبقى حد ياخد اللقاح، خصوصا يعني سياده وزيره الصحه لما اخذت اللقاح واتعملت على التلفزيون، سياده رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء والوزراء، ده بيطمن الناس، ودي خطوه كويسه. ده اللي بيحصل في العالم كله، الممثلين والسليبرتيز على مستوى مصر كلها، كل ما حد بياخد التطعيم كل احنا بنشجع اللي حوالينا. والاهم كمان الدكاتره، كل ما الدكاتره يبتدوا يعلنوا ان هم بياخدوا التطعيم وبيعلنوا ذلك سواء على السوشيال ميديا او في المحيط اللي حواليهم، ده بيطمن الناس ان في الاخر الناس بترجع للدكاتره بتوعهم. كل حد بيرجع للطبيب بتاعه ويساله هل ياخد التطعيم ولا لا. متهيألي فكره كمان الوحدات انها تبقى منتشره مش موجوده بس جوه المستشفيات، هتسهل على الناس ان هي تروح بعض الاماكن. زي ما اتفضلتي ان الاقبال بقى زايد، بقت زحمه، فلما هنكثر عدد مراكز التطعيم متهيألي الفتره اللي جايه نقدر نقفز من رقم 1% على الاقل نوصل ل 5%. لو وصلنا ل 5% من الشعب يبقى احنا غطينا على الاقل الناس اللي فوق 65 سنه باذن الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه على هذه المداخله.